باتت واجهة المجاز إحدى الوجهات الترفيهية العائلية الأكثر شعبية في الشارقة، وذلك بفضل المهرجانات والفعاليات العديدة التي تستضيفها الواجهة في الهواء الطلق. واليوم تشهد واجهة المجاز المائية في الشارقة انطلاق مهرجان الأبطال الأول الذي بدأت فعاليته اليوم الخميس وسوف تستمر بإذن الله حتى بعد غد السبت. تفاصيل أكثر عن مهرجان الأبطال الأول تنقلها لنا الزميلة علياء المنصوري المتواجدة الآن في واجهة المجاز المائية. إليك علياء. مساء الله بالخير زميلتي منيا، ومسي على جميع المشاهدين بالنور والسعادة. في هذا الجو الحلو من واجهة المجاز المائية فعالية مهرجان الأبطال، مهرجان يضم مجموعة مختلفة من الأنشطة والفعاليات الخاصة في الأطفال في نهاية الأسبوع. بنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الفعالية مع الأستاذ محمد فاضل المزروعي مدير واجهة المجاز المائية. مساك الله بالخير أستاذ. مساء النور والسرور أستاذ محمد. تعودنا دائما في واجهة المجاز المائية في هذه الأجواء الحلوة خصوصا على تنوع الفعاليات، اليوم عندنا فعالية مهرجان الأبطال، خبر المشاهدين شوي عنها. في البداية حاب أشكركم وأشكر تواجدكم في واجهة المجاز المائية. اليوم ابتداء من تاريخ 19 يبتدي مهرجان الأبطال لمدة 3 أيام من تاريخ 19 لين تاريخ 21. المهرجان يتضمن فعاليات وأنشطة كثيرة سواء كانت للأطفال أو للشباب أو للعوائل. من ضمن الفعاليات عندنا ورش عمل تبتدي يوميا من الساعة 6 مساء لين الساعة 10، وعندنا عروض وفعاليات كثيرة للعوائل والشباب. نتكلم أستاذ عن ورش العمل شوي، لأن ما شاء الله أنواع ورش العمل مبتكرة فيها كمية من الإبداع، نخبر المشاهدين أو المهتمين في الفن عن هذه الورش. والله جدول ورش العمل يتضمن ورش للرسومات والمنحوتات وأشياء كثيرة، من ضمنها بعد اللي يكونون ماسكين الأبطال هذيلة. نتكلم عن عرض المتحولون، اليوم 3 عروض وعلى مدار إن شاء الله نهاية الأسبوع أيضا عروض مختلفة من المتحولون، تخبر الأطفال أو المشاهدين شوي عن هذا العرض. عرض المتحولون يدار لمدار الـ3 أيام هذه لمدة ساعة، يبتدي من الساعة 6 وعندنا عرض الساعة 8 وعندنا عرض آخر عرض يكون الساعة 10. عرض جميل وغريب نوعا ما، لأول مرة يقام في إمارة الشارقة، وأدعو جميع المشاهدين بالتواجد أو أن يمرون يشوفون هالفعالية هذه. بالنسبة أيضا حق الأنشطة الموجودة على المسرح، في أنشطة متنوعة إلى جانب عرض المتحولون، أيضا شوي نتكلم عن هذه الأنشطة. في أنشطة كثيرة وفي مسابقات تقام على يعني في كل ساعة، عندنا أسئلة وأجوبة وجوائز قيمة يقدرون الزوار يفوزون فيها. وأيضا في قسم خاص بالمشاركين، هنا مجموعة من البوثات الصغيرة المشاركة أيضا هم من ضمن المهرجان صحيح؟ نعم، في السنة هذه ركزنا أكثر على المشاركين في الفعالية، وما شاء الله عندنا عدد كبير أكثر عن 15 مشارك داعمين للشباب المواطنين. في ناس كثيرة عندهم يعني عندهم محلات ويحبون قصص الأبطال المغامرون هذيلة، فالحمد لله في تواجد كبير في الفعالية هذه. والسينما اللي موجودة أيضا في عروض أفلام سينمائية ضمن المهرجان. نعم، في عروض سينمائية عرضين كل يوم مجانا للأطفال. أستاذ محمد فاضل المزروعي مدير واجهة المجاز المائية، نشكرك على تعريف المشاهدين على هذه الفعالية. مشكورين وما تقصرون. مشاهدينا طبعا تعرفنا على فعالية مهرجان الأبطال سوبر هيروز فيستيفال الموجود في واجهة المجاز المائية خلال إجازة نهاية أسبوع هاي من تاريخ 19 حتى 21، ضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات، من الأنشطة اللي تقام على المسرح، عروض المتحولون، وأيضا فقرات الأسئلة، إلى جانب ورش العمل. ورش العمل تتميز بأنها مبتكرة جدا، في ورش عمل خاصة بكيفية الرسم والتلوين، كيفية تعليم هواة الفن والرسم، الرسم على الوجه، أيضا عروض خاصة ب
كيفية ابتكار شخصية كرتونية، عروض مخصصة لهواة طبعا هذا النوع من الفنون، إلى جانب أيضا بعض المشاركين الموجودين معانا هني، وعروض السينما وفعاليات متنوعة ومشوقة للأطفال باختلاف أعمارهم مثل ما خبرنا أستاذ محمد، وأيضا مثل ما شاهدنا مع بعض خلال هذه الجولة. مشاهدينا طبعا تعرفنا مع بعض على هذا المهرجان، ندعوكم إلى المشاركة في هذا المهرجان ومشاركة الأطفال في هذا الجو الحلو خصوصا في إجازة نهاية الأسبوع. خلونا الحين مشاهدينا نرجع مع بعض إلى الاستديو.